عايز اغير الماتيريال بتاعت العصاب دي بتاع الربس، اغير الماتيريال بتاعتها ازاي؟ بص كده لما تيجي تختار، اختار لازم بس ايه، اختار بس قطاع واحد بس، يعني شايف ده انا بختار واحد بس مش بختار السيستم كله على بعضه. يعني احيانا لما تيجي تقرب كده يقول لك السيستم كده، اخترت السيستم كله على بعضه، لا اختار كاميرا واحده بس اهي، واقول له كليك يمين سيلكت اول انستنس فيزابل ان ايه او ان تايب بروجكت، كل الايه كل الربات اللي في البروجكت زي، واجي على الاستراكشر ماتيريال ان اقول له ايه، خليك القطاع بتاعك ايه كونكريت ار سي. خد بالك الموضوع ده مهم جدا، يعني كونكريت ار سي اقول له اوكي عشان ايه يديله نفس القطاع. فاضل ان انا ارسم مين يا جماعه؟ ارسم السوليد سلاب اللي فين؟ اللي فوق راس مين؟ الرب نفسه اللي فوق. اول ما ترسم السوليد سلاب فوق راس البتاع ده اللي هيحصل؟ هياكل 7 سم من الكاميرا دي ويعمل لك ايه؟ السوليد سلاب. تعالوا نشوف ازاي؟ تعالوا نروح على الجراوند كده او الفيرست اهو، تعالوا نرسم بلاطه سوليد سلاب خانتها كام يا جماعه؟ اول استراكشر لون نعم هي الكاد اللي تحت دي، اقول له دوت تايب هتشيلها، ما انت في الاخر بعد ما تخلص هتشيلها، هنسميها اس كام؟ اس كام؟ 7. واجي هنا على اخليها كام مللي يا جماعه؟ 70 مللي، اقول له اوكي. تعالى نجرب بس على الصغيره دي، ونفس الكلام انت هتطبقه بقى على سيكو. نطبق على الصغيره دي اهو، اقول له درو باوندري ريكتانجل، اقول له من هنا لحد هنا، واتجاه الحمل فين؟ مع ده مع الرب، اتجاه الحمل بتاع البلاطه مع مين؟ طبعا انت عارف اللي فوق هترسم السوليد سلاب مالها، شمهندسين اللي فوق هترسم السوليد سلاب مالها كامله زي ما احنا رسمنا قبل كده من هنا كده، نفس الايه؟ نفس بالظبط كده الشكل ده كده بالظبط، نفس الشكل بتاع السيستم ده بالظبط. هترسم خط كده من هنا 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 سوليد سلاب كامله زي ما احنا ايه رسمنا. تعال نبص على في 3 دي بقى نشوف ايه اللي حصل. فور ريبات، هي فور ريبات يعني ايه يعني كده. واروح جاي بص هنا في 3 دي كده، تعال نبص على 3 دي اهي، ادي الريبات بتاعتي وادي البلاطه. انا عايز اشوفها شويه، اقول له فيزابيلتي اند جرافيك قلل لي الشكل بتاع البلاطه. اجي هنا على الفلور اهي، فلور زي بضغط على حرف الاف، في حاجه بالناس اسمها ايه؟ ترانسبيرنسي، يعني ايه؟ شفافيه. خليها لي الشفافيه بتاعتها وليكن 80% مثلا. اوكي اوكي. تحس ان البلاطه بقت ايه؟ حاجه شفافه. تقدر تشوف ايه؟ الربات اللي تحتها. وادي البلاطه اهي، ادي البلاطه كانت ايه؟ بص هتلاحظوا في حته فوق اهي، فوق الرب اهي. تكلت ليه؟ عشان في ايه؟ سوليد سلاب اللي هي خلاص اللي هي البلاطه التحتيه اللي ايه؟ اللي فوق. والرب نفسه اللي هو كام؟ اللي هو كام يا باشمهندسين؟ 20 سم. خش في زبيرت اند جرافيك تاني، اقول له من هنا كده فلور اف حرف الاف، فلور اف اف حرف الاف اهو فلور. اجي على الشفافيه ممكن اقللها شويه عشان بحس البلاطه تبان، يبقى تحس ان في بلاطه حتى. وصلت؟ وادي الربات وادي كل حاجه عندك. بنفس الاسلوب هترسم بلاطه فوق مين؟ فوق الربات اللي عندك. يبقى انت كده خلصت منين؟ من السقف بتاعك مين؟ اللي في مشكله فيه؟ حد عنده اي مشكله في السقف اللي يا جماعه؟ ماشي.